طبعا من الجهات المشاركة وبقوة مثل ما يقولون هذه المرة شركة الديار القطرية، ولديها أيضا بعض المشاريع اللي راح تعلن عنها، وأيضا بعض خلينا نقول الأوبشن الجديد راح يعلن عنه الأول مرة أيضا هنا. مرحبا فيك أخوي حسن. طبعا مشروع الديار مشروع معروف، المشروع كله عبارة عن 38 كيلو متر مربع، يتكون من 19 منطقة اللي هي مدينة الوسيل. طبعا الشغلة اللي مطروحة حاليا الله يسلمك عندنا اللي هي المنطقة هذه احنا طارحين فيها أربع أبراج حاليا، اللي هي سيف الوسيل. سيف الوسيل الله يسلمك راح تكون شيء طبعا جديد في الدوحة، نمط كورنيش جديد في الدوحة، عرفت شلون؟ راح يكون في محلات تجارية، راح يكون في شغلات كثيرة في المنطقة هذه. هذا الشارع التجاري الله يطول بعمرك طوله حوالي كيلو و200 متر. طبعا الشارع التجاري يتكون من 18 مبنى على اليمين وعلى اليسار، من الطوابق الأولى اللي هي الجراوند فلور راح تكون كلها محلات تجارية، مطاعم، كوفي شوبس، أشياء ترفيهية جديدة لنمط البلد. وراح احنا نسوي طبعا بطريقة معينة انه يكون مغطى، وطبعا الشارع نفسه ما راح تشوف السيارات فوق الشارع الا السيارات اللي طبعا تمشي في الشارع نفسه، لكن كل الباركينج ما في اون جراوند، كله تحت حوالي 4000 باركينج راح يكون اندر جراوند بالكامل مخصص للشارع التجاري. هذا الله يسلمك الديزاينات اللي هي حق سيف الوسيل اللي هي 9 ابراج قاعدين نبيع فيها. المرحله الاولى اللي هي في هالبرجين اللي قاعدين نبيع فيها حوالي 27 شقه فقط كمرحله اولى. طبعا الأبراج كلها مثل ما تشوف لها نمط معين وديزاين معين، وعندنا الشقق السكنية اللي هي فيها 1 بدروم 2 بدرومز 3 بدرومز 4 بدرومز بنت هاوسز، زائد عندنا التاون هومز هذيلة اللي هي كأنه فلل، وكل واحدة فيها حمام سباحة ومساحات كبيرة. شفتوا هذا المشروع أخواني أخواتي قدامكم اليوم، بدأ البيع بأسعار منافسة بمناسبة معرض سيتيسكيب، والعدد محدود جدا، فاللي حاب فعلا يتملك في هذه المنطقة في تسهيلات وفي أمور كثيرة، ودعوة للحضور والاستفادة من هذا العرض، عرض خاص بأسعار مميزة في عدد من الشقق المحدودة في هذا المشروع. حياكم الله في شركة الديار القطرية واسألوا عن السيف. مشروع البوليفارد مرة ثانية في نقطة مهمة بذكركم فيها، شفتوا هذا البوليفارد صح؟ هذا الشارع كامل، وين الملعب؟ الملعب بيكون هنا. طيب نفترض هذا الملعب بيكون في الجهة هذه وهذا الشارع بيكون هنا. هذا الشارع كله عبارة عن محلات وكافيهات ومطاعم وكذا، فهي دعوة للشباب وأصحاب المشاريع، رواد المشاريع اللي عندهم أفكار حلوة في مساحات تأجيرية بأسعار أقل من السوق، مثل ما قالوا لي أقل من السوق، اللي حاب فعلا يستغل الفرصة ويكون له دور ويكون له شأن إن شاء الله ويبي ينمي تجارته، هذا الشارع التجاري قدامكم. حياكم الله، استفيدوا من هذا العرض، وهذه لأول مرة تعرض في سيتيسكيب وأول مرة اليوم يعرضون عنها. شوفوا العرض يقول لك أعرض من الشانز، شوفوا أعرض من الشانز، وكلها محلات تجارية وجاهزة ل اللي حاب فعلا نجاد حياه الله. So this is Chelsea Barracks. It's a project we're very excited by. The entire site is 52,000 square meters. هذا مشروع ثكنات تشيلسي، المشروع تقريبا 52,000 متر مربع. And I think what's a really important point is Qatari Diyar have given up 40% of that site, so 20,000 square meters, to create 7 new garden squares.
فمن ضمن المشروع 20,000 متر مربع راح يضمن سبع مناطق خاصة للمشروع. Can you please show us phase 1 2 3? This is the current phase which is due to complete in the next 2-3 weeks. Comprises of 67 apartments split between 3 buildings and then 13 very large townhouses. فهذا المشروع إن شاء الله راح يخلص خلال أسبوعين أو ثلاثة، يضمن 67 شقة وبيوت سكنية أيضا، وكل بيت له مواقف خاصة ومسبح. You have 1,700 square meter private spa and business suites. المشروع خاص جدا وفي ما تقول سبا خاص ولا يعني أماكن خاصة مثل السون والجاكوزي والجيم خاص في سكان المنطقة يعني. This is the next phase we're delivering. Work has already commenced on this phase. This is going to be a collection of 96 apartments. And underneath here, we're going to have a 2,400 square meter rackets club with an underground championship tennis court, which is very exciting indeed. هذه المرحلة اللي بعدها إن شاء الله تتكون من 96 شقة وبيكون فيها أيضا منطقة يعني رياضية. This square here is going to be delivered at the same time as this. This is the old guards chapel that has been used to house art exhibitions, and this is a restaurant space delivering all-day dining. من ضمن المشروع الأول وإن شاء الله راح تكون جاهزة بشكل قريب. واحدة منهم مطاعم، والمكان الثاني يعني كان في يوم من الأيام مثل كنيسة، والآن سووها مثل ما تقول منطقة للتحف ولا يعني الحفلات. We then have later phases coming down, a further square of very large 10 meter wide townhouses, 8 to 10 meter wide townhouses, coming on to further apartments as the final phase. المرحلة اللي بعدها تتضمن فلل كبيرة مثل ما تشوفون، وهذه الفلل يعني ما تقول من الجودة العالية جدا، بتكون أفخم المنطقة من المشروع، والمنطقة هذه الأخيرة بتكون آخر مرحلة اللي هي المرحلة السادسة للمشروع. ومن هنا نقدر نشوف إن الموضوع المشروع كامل. Again, what is the total size of the project? Total size, yeah. 13 acres, so 52,000 square meters. 52,000 متر مربع. المربع هي الآن اللي في النص اللي بدأوا يشتغلون فيها الآن. We're very much trying to recreate that classic Belgravia garden square. والهدف من المشروع إن يعني يوصلون ويعطونكم صورة ونبذة من الحياة الإنجليزية. Eaton Square, Cadogan Square kind of feel, with these big open areas. This is 100 meters long. فمثل ما تشوفون يعني شوارع داخل المشروع مريحة ووسيعة، فيبون يعطون طابع إن الحياة الإنجليزية القديمة اللي فيها راحة في الحركة. وفعلا المشروع فريد من نوعه في بريطانيا بشكل عام وفي العالم بشكل خاص يعني. إذن مثل ما شفنا أخواني وأخواتي اليوم في الديار القطرية عندهم عدة مشاريع، وأعلن اليوم عن مشروعين مهمين جدا وبخبر حصري قدمته لكم. شقق معدودة بمساحات مختلفة بأسعار رائعة ومشجعة بصراحة. أنا عرفت السعر فعلا مشجع في نفس المكان رويتكم إياه العسيف. وأيضا مشروع البوليفارد هذا هو قدامكم، اللي حاب فعلا يستثمر في مكان قادم ولا مستقبل حياكم الله في معرض سيتيسكيب.